المدربين ودول اللعيبة، ودي مرحلة التقسيمة، المرحلة الأخيرة اللي كل مدرب هيختار فيها ال 18 لاعب بتاعه. مدربين جاهزين؟ كابتن كاس، تمام، كابتن صبري، كابتن سيد، كابتن طارق، كابتن مصر، ما تقلقش، جاهز؟ اللعيبة جاهزة؟ جاهزين؟ يلا بينا. نقدر نقول اوقات قليله قوي بتستنى عن المدربين يختاروا مين اللعيبه اللي هيكونوا معاهم. تعالوا بقى نعرف من اللعيبه اللي ورايا اللي هيبقوا اكيد حد فيهم كابتن مصر، وانا متحمسه قوي اعرف هم عايزين يختاروا مين. قول لي عايز تبقى مع كابتن مين؟ كابتن شادي محمد. كابتن واخد قرارك ليه؟ ليه؟ قول لي. انا بحب لعبه كده، هو نجم كبير طبعا. طبعا المتسابقين زي ما انتم شايفين طول الوقت جاهزين لكابتن مصر وبيستعدوا علشان المنافسات اللي جايه هتكون مهمه جدا ليهم. ازيك عامل ايه؟ الاخبار؟ حلو وجاهز؟ عايز تكون مع مين من المدربين؟ بصراحه احلى. حاسين ايه؟ عايز اعرف حاسين ايه دلوقتي قبل كده مرحله الاختيار. كلموني يا رجاله، صوتكم فين؟ أيوة. يعني ممكن يبقى في توتر في الاختيار، بس كل واحد ليه برضو كابتن هو يعني ايه هو عايزه، كابتن اللي بيحبه يعني. وهنا بقى انا بضع قدام القصات المختلفه جاهز المنافسه والكباتن. ولو حد قاعد يضغط عليك من المدربين هتروح له ولا حاطط مدرب بعينه في دماغك؟ كابتن ساره. حاسس بايه دلوقتي؟ عادي مش متوتر. مش متوتر دي ثقه؟ دي ثقه؟ دي اعتبر ان دي ثقه. ثقه. ما هتختار كابتن مين؟ اي مدرب، هم مدربين محترمين. سلام على لما الواحد يكون واثق بقى من نفسه. عادي اي مدرب. اللجنة الفنية لكابتانو مصر بدأت في تقسيم اللاعبين لفرق حسب مراكزهم في الملعب علشان يكونوا جاهزين يلعبوا الماتشات اللي على أساسها هيحسم المدربين اختباراتهم للعيبة.